السلام عليكم ورحمة الله. احنا بآخر فيديو حكينا عن موضوع اللي هو المالتي ايريا سيستم. زي ما حكينا انه اذا كان مالتي ايريا سيستم بكون في عنا تاي لاين بتوين ذم. فكل الاكزامبل اللي حكينا عنه المرة الماضية انه كل اريا بنعتبر عنها في عنا الجنريشن لود تبعها او الارك الجنريشن تبعها بنسميه في له ارك بيكون من السورس، وفي عندنا اللود اللي هو بيكون السينك ارك، وفي عندنا التاي لاين وكل واحد له كاباسيتيز. فكنا نحكي انه بكون في عندنا نمبر اوف ستيتس كبير عالي، فبنحاول نعملهم ريدكشن. طبعا اخذنا تكنيك اللي هو الفولت فيلكرسن الجوريثم، اللي هو عن طريقه بنحسب الماكسيمم فلو في النتورك. هذا قلنا حنحتاجه لتطبيق الديكومبوزيشن، وخلينا مثال عليه، وبرضه حطيت مثال على من اليوتيوب. بس نرجع للفكرة اللي احنا كنا نحكي فيها. اول شيء خلينا نذكر كيف بكون شكل السيستم. احنا قلنا حيكون في عنا areas، مثلا خلينا نحكي 1 و 2 و 3، وكل واحد لها generation model. مثلا زي ما كنا المرة الماضية مثلا عنا 600، كان 600 مثلا 500 لعند 0، هنا 500 للزيرو، وبرضه 500 للزيرو. وكان في عنا التو ترانسميشن لاينز اللي هو يا اما 100 زيرو، برضه هذا 1 ترانسميشن لاين 2 100 زيرو. فشفنا عدد الستيتس الكلي لو احنا ندرس انه السيستم حيكون عنده لسه في لود ولا لا. طبعا في عنا برضه لودز، قلنا اللودز حنعتبرهم ثابتات في كل اريا. فبدنا نشوف عدد الستيتس الكلي، فكان انه كيف نشوف عدد الستيتس. مثلا ل 1 بيطلعوا مثلا 6، ل 2 بيطلعوا 7، ل 3 بيطلعوا 6، وهذيك 2 في 2 فبيطلع لنا عدد كبير. فقلنا مش منطق يعني، اذا بدك تحل حل صح بدك تشوف كل بوسيبل ستيت وتشوف شو الحل عنده. فهون حناخذ تكنيك اللي هو ديكومبوزيشن، نسرع الحل بهذه الطريقه. فخلينا اول شيء نشوف شو الاشياء اللي حنحكي عنها. Then now we'll describe a method of decomposing the state space into subsets for the purpose of calculating the reliability indices. يعني زي ما حكينا ال states هذول اللي شفناهم كل ال possible outcomes، بدل ما نجربهم بدنا نقسمهم ل subsets. Okay. subset بحيث اننا نقدر نحسب reliability indices. طبعا ال subsets عندنا ثلاث انواع حيكونوا. بدنا نشوف كل نوع شو الخصائص تبعته. اول set اللي هي sets of acceptable states، إذن هم الست اللي الستيتس اللي فيهم ما بكون عندنا لسه فلود، فهذول حنسميهم اي كي. اوكي، يعني اي والكي مثلا اي 1 اللي هي السبست الاولى، الاي 2 السبست الثانيه، اند سو اون. اوكي، فاذا هذول السيتس كل الاشياء اللي فيهم اكسبتبل. اذا ذيس سيتس كونسيست اوف ستيتس ذات هاف ذا لود ساتسفايد ان افري اريا. اذا هذول السيتس بتكون اللود زي ما ساتسفايد، ما في عندنا اي مشكله. النوع الثاني من السيتس اللي هو سيستم سيتس اوف لوس اوف لوس اوف لود ستيتس، اللي هم بيكون عندنا لوس اوف لود وبنسميهم ال كي. نفس الشيء ال 1 ال 2 ال 3 اللي هم السيت اللي بتكون فيها لوس اوف لود موجود عندنا. اذا these sets consist of states that have at least one area لوس اوف لود. اذا حتى لا يعني احنا مثلا عندنا اكثر من اريا بالسيستم، اذا صار عندنا لوس اوف لود في اي اريا فيهم برضه بنعتبر السيستم لوس اوف لود. اوكي، فهذول بنسميهم سيتس اوف سيستم لوس اوف لود، او بنسميهم ان اكسبتبل ستيتس. اذا صار في عندنا اكسبتبل ستيتس اللي هم رمزهم اي، ان اكسبتبل ستيتس اللي هم رمزهم ال، واخر شيء عندنا سيتس اوف ان كلاسيفايد ستيتس اللي هي رمزها يو اللي هي ان كلاسيفايد. ان كلاسيفايد هذول الستيتس احنا ما بنعرف انه السيستم حيكون فيهم satisfied ولا not satisfied. فإذا السيستم in these states may be satisfied or not satisfied، فهذول بنسميهم unknown. أوكي، أو unclassified. إذا these states أو the states in these states in these sets have not been classified into acceptable or unacceptable. يعني إحنا قسمنا، قلنا بكون عندنا space كامل، فلنفرض هذا القسم سمينا A اللي هو هذولا حيكون عندنا acceptable، وهذا مثلا L اللي هو unacceptable. أوكي، اللي هو عندنا loss of load. هذولا الباقيات اللي هم U. فاللي حيصير إنه حنعمل decomposition أولي، نطلع ال A نطلع ال L ونطلع ال U، بعدين ال U نفسها نرد نقسمها ل A
اكسبتابل وال ويو يو ثانيات اند سو اون. بنضلنا نعمل هيك يعني حسب الاوردر بدنا نوصله. اوكي، فمن لا حنشوف انه هسه لما نشوف الاكزامبل ونشوف كيف الحل، انه بنختصر عدد الستيتس، يعني بدل ما نشوف كل ستيت وحده وحده ونشوف كل انها اكسبت ولا لا ونطلع البروبابيلتي عن طريقها، هاي حتختصر لنا عدد خطوات كثير. بدل ما نشوف زي ما شفنا هون لما تضرب ارقام هاي ببعض 6 في 7 في هاي كلها حيكون معك رقم كبير كثير، فهون بتكون العمليه ممكن تختصر كل 50 ستيت بخطوه واحده بدل ما انك تظلك تحل ال 50 ستيت يعني 1 باي 1. اوكي، هسه عندنا اخر وحده ال، هاي صراحه مش حناخذها يعني، بس برضو يعني نحكي عنها ايش معناها. ال L sets are further decomposed into B sets. هسه ال L احنا حكينا لما يكون السيستم unsatisfied، احنا قلنا في عندنا مالتي اريا، فممكن يكون عندنا مثلا اريا 1 unsatisfied او اريا 2 او اريا 3، يعني اي وحده فيهم unsatisfied برضه حتكون السيستم كله unsatisfied. فهذول البي هم for the same area، اذا for the same area suffering loss of load، يعني لو كان مثلا ال L نتيجه مثلا اريا 1 واريا 2 مثلا واريا 3 ما فيهاش مشكله، فالبي حتكون في عندنا بي لاريا 1 وبي لاريا 2. اوكي، فزي ما حكينا هاي مش كثير حنقلق فيها، يعني مش حنغطيها نطلع البي سبسيت، احنا اللي حنطلعه دائما اي وال ويو اللي هم الاكسبتبل ستيتس، الان اكسبتبل ستيت اللي هم ال ال، واخر شيء اللي هم الان كلاسيفايد، الان كلاسيفايد ستيتس اللي هم يو. فهسه حنشوف كيف البروسيجر. ناو وي ويل ديسكرايب هاو an unclassified set can be partitioned into A, L, U. هسا ال unsatisfied ال unclassified اللي هم حكينا عنهم U حنرد نقسمهم ل A و L و U برضو، لأنه يعني هي هيك البروسيجر تبلش. احنا شو حنبلش السيستم أول ما نبلش فيه كله بالنسبة لنا حنكون U اللي هو unclassified، لأن احنا هسا أخذنا معلومات عن السيستم لسه ما بلشناش نحل، فكله U. هسا هاي ال U قلنا حنقسمها ل A و L و U، بعدين حنكمل اليو حنرد نقسمها برضه لاي اكسبتبل وال ان اكسبتبل ويو ان كلاسيفايد، برضه اليو برد نعملها تقسيم ان سو اون. ففي البدايه ذا انتاير ستيت سبيس بكون يو، بالبدايه قبل ما نحل السؤال كله بنعتبره يو وبنبلش نقسم. طبعا ذس يو سيت از ديكومبوزد انتو اي ال اند يو، وبعدين بنرد بنعيد البروسيجر هاي. Okay, then the U sets resulting from this decomposition are further decomposed into A, L, U. بنضل نكمل the process until a desired level of decomposition has been achieved. يعني حتى لنوصل ل desired level معين، ممكن second order, third order، يعني بنعمل أول تقسيمة ثاني تقسيمة حسب اللي المطلوب منه وحسب الأكيروسي اللي إحنا بدنا نوصلها. فخلينا أول شيء نشوف كيف الـ example بيمثل عنا. إذن consider an unclassified set S، في عنا unclassified set اللي هي S اللي بعدين سمينا حنسميها شو U، consists of states X defined by a min a maximum state M and minimum state M such that S تساوي X M small، طبعا X greater than M small، X lower than M capital. فإذا في بيكون عنا upper limit و lower limit. طيب هذول ايش هم؟ نفس اللي بالارك، يعني اللي هم الكباسيتي تبعات الارك. يعني اذا ما كنتم ذاكرين مثلا بالاكزامبل اللي حكيناه قبل شوي، فقلنا الاريا 1 الماكسيمم جنريشن فيها مثلا 500، ف M1 هي 500، الاريا 2 كان مثلا 600، ف M2 اللي هي 600 and so on. الاريا 3 مثلا 500، ف M3 500 and so on. الام هذول المينيمم، المينيمم طبعا كل اريا حتكون زيرو لما يكون لما تكون كل الجنريترز داون فهي زيرو. اوكي، ف يعني ام 1 غالبا حتكون زيرو، ام 2 اند سو اون لعند ام ان. طبعا نفس الشيء هاي بالنسبه للجنريشن، برضه عندنا الترانسميشن لاين، اذا كان مثلا الترانسميشن لاين شو كانوا 100 وزيرو، فال 100 هي حتكون الام كابيتال والزيرو هي اللي حتكون ام سمول. فزي ما حكينا اذا الام هذول كابيتال هم الماكسيمم كاباسيتي تبعات الستيتس او الاركس، الام سمول هم اللور كاباسيتي. الجنريشن زي ما هيك قلنا الترانسميشن لاين ممكن يكون 100 وزيرو مثلا، فال100 هي حتكون الام كابيتال والزيرو هي حتكون ام سمول. ف
فطبعا اكس حتاخذ اي فاليو بتوين الكابيتال والسمول اكيد، يعني مثلا الجنريشن في اريا 1 يا اما حيكون 0 ممكن يكون 100 200، فالاكس حتاخذ اي فاليو من هاي الفاليو بس الها مينيمم فاليو اللي هي المينيمم كاباسيتي وماكسيمم كاباسيتي الماكسيمم فاليو. ففي المثال اللي احنا اللي حكيناه اللي هو اللي اشتغلنا عليه بالموديول الماضي اوكي، اللي هو كان 3 اريا سيستم ذاكرين، وزي ما حكينا كان في عندنا 500 الاريا 1 500 400 لعند الزيرو، اريا 2 600 لعند الزيرو، والاريا 3 500 لعند الزيرو اند سو اون. فالام كابيتال احنا كنا شو مسمينهن؟ كنا مسمينهن ستيت 6 او 7 6 5 لعند الواحد. فهي 7 اللي كانت مقابلها شو 600، 6 اللي هي كانت 500، وخمسة 400 and so on، والواحد اللي هي الزيروز. اوكي، فاذا الام كابيتال هي 6 للاريا 1، 7 للاريا 2 لانها كانت تبعها 600 مقابلها 7، كان نمبر يعني رقم الستيت هي قديش الكباسيتي 700 بس رقم الستيت رقمها 7 كان اسمها 6. اوكي اللي هي الاريا 3، بعدين الترانزميشن لاين ما فيش غير 100 و0، ال 100 اللي هي كانت الستيت رقم 2 وال والزيرو اللي هي الستيت 1. هون رجعت على الاكزامبل اللي بنحكي عنه اوكي، فهذا اللي حلناه المره الماضيه هون. فذاكرين سمينا هاي ستيت 1 الارك ستيت اللي هو كان زيروز، ستيت 2 اوكي اللي هم 100، ستيت 3 اللي هي 200 اند سو اون، لاين ستيت 7 اللي هي كان 600. فهذا هو اللي بنحكي عنه بال الاكزامبل اللي قاعدين بنحكي عنه في الديكومبوزيشن. اوكي، فالمفروض هسه هذا الوضحات ايش معناهم. اوكي فهاي اذا الام كابيتال الام سمول، فالاس هي الستيتس البوسيبل كلها، فاذا نطلعهم كلهم نعدهم زي ما حكينا نعدهم عد، يعني من اول شيء كلهن ونز، بعدين 2 1 1 1، بعدين 2 2 1 1، بعدين نكمل حتى نعدهم. فكم العدد حيطلع الكلي؟ حيطلع 6 ضرب 7 ضرب 6 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2، فبيطلع يعني بتضربهم مع بعض بيطلع العدد الكلي. اوكي، لانه اس قلنا consists of states lying between m capital and m small. اوكي، فناخذ اكزامبل عليهم اي واحده من هذول الستيتس حتكون جزء من الاس. بس قلنا احنا هاي مش حنقدر مش حنمشي نعدهم ستيت ستيت ونطلع كل ستيت حيكون عندنا سيستم ساتسفايد ولا لا، فحنعملهم ديكومبوزيشن اللي هو الخطوه اللي بعدها. فاول خطوه اللي هي البارتيشن انتو اي ست اللي هو الاكسبتابل ستيتس. طبعا اذا احنا بدنا اكسبتابل ستيتس حنشوف كيف الخطوات اللي هو نمشي فيها. اول شيء سبوز وي سيت اول ذا ارك اوف ذا نتوركس موديل equal to the capacities in the max state. اوكي، اذا كل الاركس حطيناه هو الماكسيمم. شو يعني؟ نيجي على الارك واحد اللي هو الارك الاول بنحط الكباسيتي تبعته اللي هي ستيت 6 اللي ما يكون يعني 500، الارك الثاني اللي هي ستيت 7 اللي هي 600 اند سو اون، فكل واحد بنحطها الماكسيمم كباسيتي. بعدين بعد ما نعمل هيك بدنا نطلع ميك ا ماكس فلو كالكوليشن and the max flow is equal to d the sum of area loads. اذا حنطلع نعمل maximum flow calculation بحيث انه الماكسيمم فلو يساوي اللود الموجود في الاريا بحيث انه يغطيها ما يكون عندنا loss load. فاذا حققنا هذا الشرط معناته ما فيش عندنا loss load، اذا then the max sets is obviously success state، يعني ما فيهنش loss load طالما احنا حطينا maximum capacity، وحيكون اكيد طالما الماكسيمم كاباسيتي مغطي كل اللود، فما فيش عندنا نو اريا سفرز لوس اوف لود. فاذا حنعرف اي شيء الان فاريبل اللي هو الاف. اذا ليت اف اوف كي دونيت ذا فلو ارك كي فور ذس ماكسيمم فلو كونديشن، ذن ا فيكتور يو كان بي سو ديفايند its kth element. هسه كمان شوي لما اجي على الارقام او الاكزامبل بتبين الاشياء اوضح. فاذا اليو كي ستيتس اوف ار كي ذات هاز كاباسيتي ايكوال تو اور جاست جريتر ذان ذا فلو ارك اللي هو اف كي.
ايش معنى هذا الكلام؟ خلينا ننتقل على الاكزامبل مشان تكون الامور اوضح. فبالاكزامبل احنا هاي الاريا 1 اي اريا 1 2 و 3. الاريا 1 كم كان اللود فيها؟ كان 400 صح؟ الاريا الثانيه كان اللود 500، الاريا الثالثه اللي هي اللود 400. فمعناته اذا احنا من ننسى الترانسميشن لاينز الموجوده عندنا بدنا نغذي كل اللود من الجنريشن الموجود فيها. فالارك الاريا 1 الماكس كاباسيتي تبعته 500، بس احنا كم محتاجين منها؟ 400 مشان نغطي اللود تبعتها. فهاي 400. بنيجي على الاريا الثانيه الكباسيتي تبعتها 600، بس احنا محتاجين كم؟ 500 مشان نغطي اللود تبعت اريا 2. فمعناته 500. والاريا الثالثه اللود تبعتها 400 اوكي، والكباسيتي تبعتها 500، فاحنا من ال 500 كم محتاجين؟ ال 400. فاذا احنا غطينا يعني باول خطوه شو عملنا مشان نطلع الاي ستيتس؟ كل اريا غطيناها من الجنريشن تبعها، كل اريا غطيناها من الجنريشن تبعها، بيكون ما يكون عندنا اي ترانسميشن او اي ترانسفير على التاي لاينز. فهون اذا بنلاحظ قديش التاي لاين الترانسفير زيرو، وهون زيرو، وهون زيرو، وهم قديش الماكسيمم تبعهم 100 اوكي. فمعناته ما احتجنا لاي باور ترانسفير على التاي لاين. وعرفنا اليو اوكي، هاي اليو طبعا مش اليو الان اكسبتبل، هاي يو سمول، يعني بدنا ننتبه على الشغله اليو سمول اللي هي الستيت 500 اللي هي مقارنه بين شو 5 صح؟ لا بلش اريا 1 ال 400 اللي هي ستيت رقم 5، الاريا 2 ال 500 اللي هي ستيت رقم 6، ال 400 اللي هي الستيت الاريا 3 اللي هي ستيت رقم 5، وبالنسبه للزيروز تبعت اللاين اللي هم 1 اوكي. فاي ست بتحقق هذا الرقم او اكبر منه اكيد حتكون شو؟ حتكون اكسبتبل ستيت، لانه هذا الرقم هو المينيمم تبع يعني احنا كل هون كل اريا مغذيه حالها لحالها، فهذا الرقم هاي الستيت اكيد هي اكسبتبل ستيت، واي شيء فيه كاباسيتي اعلى منها حيكون اكسبتبل ستيت. اذا ناو اف ا ستيت از such that the capacities of all arcs are higher than those corresponding to you، فاذا اذا في اي ستيت الكباسيتي فيها اعلى من هاي، طبعا احنا متفقين انه هاي ما فيهاش مشكله، ما فيها لوس اوف لود، لانها كل اريا الجنريشن فيها بغطي اللود اللي فيها صح. فاذا هاي ما فيهاش اي مشكله، اذا زدنا كباسيتي خير وبركه. فحيكون اذا عندنا هاير كباسيتيز اكثر من الموجودات في اليو، then the state will be also acceptable. فمنعرف اذا ايه الايه كيف هنعرفها؟ هي كل الستيتس اللي موجودات بين ام كابيتال ويو، يو اللي هي اللي حققت لنا انه كل جنريشن بغطي اللود الموجود فيه، وام كابيتال ايش حق ايش الماكسيمم كاباسيتي. فاذا انت اعلى من اللي بحقق انه الجنريشن لكل اريا يغطي اللود اللي فيها، فانت اكيد اكسبتبل ستيت. فهي اول خطوه جبنا ايه. اذا ايه شو حتكون عندنا؟ حتكون عندنا يو اللي عرفناه والام الماكسيمم، فهي ايه هذول كلهم اكسبتبل ستيتس. طب نشوف كم عددهم. عددهم حيكون 2 ضرب 2 ضرب 2 اللي هي 2، طبعا هي اللي 6 ماينس 5 زائد 1 اللي هي عدد الستيتس يعني في الارك الاول، عدد هاي عدد الستيت في الارك الاول، عدد الستيت في الارك الثاني اند سو اون. فهي 2 في 2 في 2 يعني اللي هي 6 مرات 64. فاذا احنا اختصرنا 64 ستيت بماتريكس واحده اللي هي ايه. فهاي ايه ماتريكس اللي هي بتغطي كل الاشياء بتوين اليو والام، اليو سمول والام كابيتال اوكي. فهاي اول خطوه. الايه دائما سهله، حساباتها سهله. فاحنا اول شيء الايه كيف نعمل؟ كل جنريت كل اريا بنشوف الجنريشن بغطي اللود تبعها، وبنشوف الستيتس تبعاتهم زي هون اللي هو هون اوكي. غطينا كل اريا من الجنريشن تبعها وحددنا الستيتس اللي طلعت 500 400 400، هذول اللي محتاجينهم اوكي. ورحنا 400 شفنا رقم الستيت اللي هو 5 6 5 1 1 1. ليش 1 1؟ احنا مش محتاجين اي ترانسفير على التاي لاينز اوكي. فهيك بنكون خلصنا بالنسبه لايه. طبعا بعد ما جبناها بدنا نحسب البروبابيلتي تبعتها اوكي، بدنا نحسب البروبابيلتي تبعت اي اللي هم 64 ستيت. طبعا مش حنروح نحسب كل بروبابيلتي وكل ستيت ونجمعهم لبعض، لازم يكون في عندنا ابروش اسرع.
بهذا الابروتش شو راح يساوي؟ بي اي تساوي الضرب من اي ايكوال 1 لان بي اي اكس اي. يعني كيف اللي حيصير هسه بنشوف هون اكزامبل. طبعا هذا اذا معطيني الكوميوليتيف بروبابيلتي. احنا المفروض انه يكون عندنا الجنريشن موديل صح، عندنا الكوميوليتيف بروبابيلتي. فخلينا نرسم لكم اياهن هون. احنا هاي ستيت ستة، هن سبعة، ستة، خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد. أوكي. الارك 1 نذكر الارك 1 موجود بين ايش؟ ستة وواحد صح. فاحنا بدنا probability تبعت مين مين، بدنا probability نيجي على الارك 1. الارك 1 بدنا probability ستة و probability خمسة صح. فستة وخمسة اللي هي هون بدنا probability الارك 1 خمسة و probability الارك 1 ستة. فايش بتساوي؟ بتساوي بي 1 6 الكابيتال، هذول السمول، السمول اللي هم الاكزاكت، ذاكرين احنا قلنا السمول لترز للاكزاكت ستيت، الكابيتال لترز للكوميوليتيف بروبابيلتي. احنا الكوميوليتيف بروبابيلتي حيكونوا معنا يعني بي 7 كابيتال، بي 7 كابيتال وبي 6، هذول حيكونوا معنا من الجنريشن موديل. اوكي فهذول جيفن. بدنا نجيب احنا بي 1 5 وبي 1 6. شو الاسهل؟ نطرح 1 6 من 1 4 كابيتال، طبعا هذول الكوميوليتيف. اوكي كوميوليتيف ماشي. ف لان احنا 1 6 ايش حتكون تساوي؟ بتساوي 1 5 زائد 1 4 زائد 1 3 زائد 1 2 زائد، هي كوميوليتيف صح؟ مبنيه بناء. فاذا انا بدي بس 6 ليش وقع، اذا بدي بس 6 و 5 ايش هعمل؟ حطرح بي 6 كابيتال من بي 4 كابيتال، حيطلع معي 6 و 5. اذا مثلا بدي 6 و 5 و 4 ايش حطرح؟ حطرح بي 6 من مين؟ من بي 3 and so on. فهيك احنا ممكن كيف استخدمنا الكوميوليتيف بروبابيلتي. اذا طبعا ال 6 حتكون 1 اكيد. اوكي لانها هي الماكسيمم للارك 1، وال 1 4 من التابل بنرجع لها اللي هي 0.2627، فهاي هي البروبابيلتي تبعتها للارك 1. اذا البروبابيلتي تبعت الارك 1 هو 0.73728. اوكي فاذا من شان نطلع الاكزاكت ستيت للاريا الاولى اللي هم 5 و 6، فطرحنا بي 6 من البي 4 لانه هاي كوميوليتيف. اوكي فحيطلع 1 ماينس 0.276 بيطلع 0.732. بنيجي على الارك 2. الارك 2 بدنا اي ستيتس؟ بدنا الستيت اللي هم 7 و 6، بدنا البروبابيلتي تبعت 6 7. كيف حنجيبها؟ 7 كابيتال ماينس 5 كابيتال، لان هذول قلنا كوميوليتيف ذا سيم ريزن. فبطلع معنا من التابل لو رجعنا عليه اللي هي 1 ماينس 0.3446 بيطلع معنا 0.65536. بنيجي على الارك اللي بعده ذا سيم ثينج، بدنا 5 و 6، 5 و 6 حناخذ 6 ماينس 4 and so on. الارك 4 اللي هي 1 و 2، 1 و 2 اصلا هو ما في شيء، يا اما الترانزيشن لاين يا اما اب او داون، فاكيد حيكون 1 اللي هي 1 ماينس 0. نفس الشيء هاي 1 ماينس 0، هذول التاي لاين ستريت فورورد لانه ما فيش غير عندنا يا اما اب او داون. واحنا قلنا في حاله الاي احنا مش مستخدمين لحد الان مش مستخدمين التاي لاينز، فكلهم حيكونوا يعني بغض النظر اب او داون وي دونت كير اباوت ذم، فحيكون 1. فهسه البروبابيلتي تبعت الستيت او تبعت اي ايش حتساوي؟ حتساوي البروبابيلتي تبعت الارك الاول مضروبه في البروبابيلتي تبعت الارك الثاني. اوكي فبنضرب هاي في هاي، نضربهم بعض مشان نطلع البروبابيلتي تبعت اي الاكسبتبل ستيتس. اوكي ليش ضربناهم بعض؟ لانهم هذول اندبندنت الاركس، يعني ما في لك علاقه بالجنريترز في الاريا 1 لهم علاقه في الجنريترز اريا 2 او الثاني، او ما لهمش علاقه بالتاي لاينز اند سو اون. فبنضربهم ببعض بيطلع معنا البروبابيلتي تبعت اي. اذا probability of a1 تساوي مضروب تبعهم اللي هي 0.3، بيطلع اخر شيء 0.35624. طبعا the subscript of a indicates the first a، يعني هاي اول a طلعناها. ال a الثانيه حنسميها a2. ال a الثانيه كيف حنجيبها؟ من u. طبعا قلنا ال u الـ unacceptable المفروض نقسمهم a l و u.
فهذا اللي هو المكتوب هنا بالماثماتيكال. هذا هو الماثماتيكال ايش معناته؟ انه كل ستيتس بنجيبهم لكل ارك، بنجيب البروبابيلتي تبعت الاكسبتبل ستيتس تبعاته وبنضربهم ببعض، فبيطلع معنا تبع البروبابيلتي تبعت ايه. فهي خلصنا من اول وحده. ثاني وحده اللي هم ال ستيتس. ال ستيتس اللي حكينا عنهم شوي يعني بدهم شغل اكثر من الايه، كالتالي بدنا نشتغل فيهم. هو راح نستخدم الفورد فلكرسن الجوريثم اللي هو اول شيء بدنا نفرض ناخذ ارك 1 اوكي اكزامبل، وطبعا اللي حنطبقه على ارك 1 حنطبقه على 2 3 اند سو اون. ف if all arc are kept at their maximum capacity، لو كل الاركس خليناهم عند الماكسيمم كباسيتي تبعتهم اوكي، and the capacity of arc 1 اللي احنا هسه ماخذينه is decreased، يعني الارك 2 خليناها الكباسيتي تبعته 600، الارك 3 500، والكل وال 4 وال 5 وال 6 اللي هم تبعات الترانزميشن لاين 100. اذا كل شيء خلينا على الماكسيمم كباسيتي بس ارك 1 بلشنا نقلل فيه. ف اول شيء طبعا لما يكون كلهم ماكس كاباسيتي حيكون ما فيش عندنا لوس اوف لود، بنبلش نقلل بارك 1 تا نوصل لعند قيمه اللي هي في 1. في 1 سبسكريبت ذات ايدنتيفايز الارك 1 اوكي. فالفي 1 هي متى؟ لما الديماند ان اول اريا از ساتيسفايد، يعني في 1 لسه محقق انه الديماند ساتيسفايد. يعني مثلا الارك 1 احنا هو ببلش ذاكرين هو كان ستيت 6 5 4 3 2 1، عند 6 فيش مشكلة كل السيستم ساتيسفايد، 5 كل السيستم ساتيسفايد، 4 كل السيستم ساتيسفايد، بعد الأربعة إذا نزلنا على 3 وبطل السيستم ساتيسفايد أوكي. فهاي الأربعة هي اللي حنسميها في في 1 أوكي. هون السيستم بطل ساتيسفايد، فهي هاي اللي هي في 1 ماينس 1. فإذا شو معنى في 1؟ هو الستيتس تبعت الارك اللي عندها سيستم ساتسفايد، اذا نزلنا تحتيها ببطل السيستم ساتسفايد. اذا هذا المعنى المكتوب هنا. اذا if the arcs kept at their، هذا طبعا بالنسبه ل 1، بالنسبه 2 و 3 لا كلهم على الماكسيمم مش بلشانين فيهم اوكي. اذا is decreased قلنا there will be a state v1 رمزها v1 for which demand in all areas is satisfied. But if the system goes to the next lower state اللي هو V1 minus 1، يعني انتقلنا من الأربعة للثلاثة، أو هي من 300 ميجا وات ل 200 ميجا وات، السيستم ببطل satisfied. إذا to the next lower level أو state V1 minus 1 the demand is not satisfied. This identifies the first L set. إذا L1 هتكون شو تساوي؟ هتساوي من V1 minus 1 لعند M1 أوكي؟ طبعا ام احنا قلنا الباقيات كلهم عند الماكسيمم، ف ام 2 كابيتال ل ام 2 سمول، ام كي 1 كابيتال ل ام كي ماينس 1 سمول اند سو اون. فهذول الباقيات هاي كلها حتكون ان اكسبتبل ستيت. ليش؟ لانه الارك 1 احنا قلنا شو عملنا كل الباقيات ماكسيمم صح، وبلشنا نقلل الار 1 الارك 1 تن وصلنا لان اكسبتبل ستيت. المنطقه اللي وصلنا فيها الان اكسبتبل ستيتس طبعا كل ما حنعمل ديكريس حيظلوا ان اكسبتبل بغض النظر عن الثانيات. يعني احنا ما بنطلع على الباقيات، بنطلع بس على ارك 1. وصلنا لمرحله انه اذا نزلنا بنعمل ان اكسبتبل ستيت، فهاي المرحله واللي كل شيء اقل منها حيكون ان اكسبتبل، فهي بنسميها ال1. طبعا بنيجي على الارك الثاني حيكون في له ال2 بنفس البروسيجر، الار الثالثه الارك الثالث ال3 اند سو اون. هاي اول خطوه. ثاني شيء بس هسه شو اللي ضل عندنا؟ ضل عندنا احنا نطلع قيمه في 1 هاي، مشان هاي الفي 1 اللي عندها لحد الان السيستم ساتسفايد، بس اذا نزلنا تحتيها بيكون السيستم ان ساتسفايد. اذا this really means that if arc 1 اول معناه هو الجنريشن ان اريا 1 is between v1 minus 1 and the minimum state m1 the system will have a loss of load بغض النظر عن states of the other arcs. ليش؟ لانه احنا اوريدي ماخذينهم على الماكسيمم. فاذا احنا نزلنا عن الفي 1 اللي هي اللي عندها سيستم اكسبتبل بعديها نان اكسبتبل، فاحنا نزلنا عنها، فاكيد احنا كل الاشي منها وتحت للمينيمم بين في 1 1 ماينس 1 لعند الام 1 سمول فحيكون ان اكسبتبل اوكي. ف
نفس الفكرة. بعدين حنمشي considers arc 2. الارك 2 كالتالي، برضه حنعمل كل السيستم ماكسيمم كباسيتي. طبعا هسا الفي كيف حنجيبها، هسا كمان شوي حنشوف كيف حنجيبها، بس هسا يعني احنا ماشيين في الخطوات. اذا ارك 2 بنعمل كل السيستم كباسيتي، والارك هاد ديكريزد برضه بنوصل لفاليو حتكون في 2. طبعا في 2 في 1 ممكن يكونوا متشابهات وممكن لا، يعني حسب السيستم، حسب اللود، وحسب يعني لازم نمشي فيهم خطوه خطوه. فال V2 الديماند برضه ساتسفايد، بس اذا نزلنا نكست لور ليفل V2 ماينس 1 السيستم مش حيكون ساتسفايد. فبنعرف L2، L2 شو حتساوي؟ اللي هي V2 1 ل M2 والباقيات الماكسيمم للمينيمم. بس بضل عندنا الارك 1، الارك 1 لاحظ شو اخذ منه؟ الماكسيمم ل V1. ليش ما اخذ الماكسيمم ل M1؟ اخذ الماكسيمم ل V1 لانه لو اخذنا ل M1 في عندنا حالات اللي هي بتوين V1 و M1 واللي موجودات هون حيكونوا تكرروا مرتين. يعني احنا اوريدي من V1 ل M1 اللي هي هون ال V1 ماينس 1 ل M1 هذول اوريدي ماخذينهم ب L1. فاذا ردينا هون كررناهم، اذا ردينا حطينا هون M1 سمول بدل M1 كابيتال، فكل الستيتس اللي بتوين V1 ماينس 1 و M1 حيكرروا مرتين، حيتكرروا في L1 وحيتكرروا وين؟ في L2. لانه ذاكرين L1 شو كان، شو تتضمن؟ اللي هي V1 ماينس 1 لعند M1 وهذولا كلهم. فإذا أنا رديت جمعتهم في L2 معناته أنا بكون كررت الستيتس مرة ثانية، فمشان هيك ما بصير أكررهم. فإذا بالنسبة للأرك 2 اللي بعدهم كلهم من الكابيتال للسمول. الأرك اللي احنا شغالين عليه من ال V ماينس 1 لل M سمول، والأركس اللي قبل لازم ما أكرر الماكسيمم لل V1. يعني الأرك 3 إيش حيكون؟ بعرفش إذا موجود لتحت، خلينا نشوف. يا موجود هون او هون. لا ان جنرال، اوكي ان جنرال اذا احنا شغالين على الاريا ان او الارك ان، فالكولوم تبع الارك ان هيو اللي هون، اوكي اللي بعده حيكونوا من الكابيتال للسمول. هذا الواضحات اللي انا بشتغل عليه من الفي تبعته ماينس 1 للام سمول، اللي قبلهم من الكابيتال مش للام سمول، لا للفي سمول. اوكي قلنا هذا الهدف شو منه؟ انه ما يتكرر الستيتس. يعني انت في تكون ستيتس ماخذهم وترد تعدهم ستيتس ثانيه، يعني بيكون L1 وL2 لازم يكون هم ديسجوينت، ما في اي شيء مشترك بيناتهم. اوكي فكيف حتضمن هذا الاشي؟ عن طريق انه الستيتس الاولانيات ناخذهم للفي 1 للفي 2 للفي كي. اوكي هسه ضل السؤال الاخير. هسه عرفنا انه كيف نطلع L1 L2 L3، بس ضل انه نطلع الفي. اوكي ف هاو تو فايند في، بنمشي عن طريق الفولوينج ستيبس زي ما حكينا، اللي هي المبنيات عن طريق الفولد فيكرسن الجوريثم. اوكي بالنسبه للخطوات اللي مشان نطلع الفي كي، اوكي الفي كي قلنا عندها اكسبتابل، تحتها بصير ان اكسبتابل. طبعا هون موجود خطوات كتابه، بس انا بفضل خلينا نروح اول شيء على يعني الشرح، وبعدين بنشوف الكتابه. بدنا نطلع الفي لتبعت الارك 1. اوكي فباجي كالتالي، اول اشي بلغي الارك 1 بعتبره مش موجود عندي، وبعمل كل الاركات الاركز الثانيه كل اريا تغذي الجنريشن تبعها، اللي هو عندنا 500 مشان تغذي اللود تبعتها، مشان تغذي اللود 500، وهون 400 بحيث يغذي 400. هسه قديش عندنا هون في ريزيرف؟ اللي هو 100. وهون قديش في عندنا ريزيرف؟ 100. هذولا لو انا بدي اغذي فيهم اللود اللي في اريا 1 اللي هو هون موجود عندي، اذا هون في عندي 100 100، بدي استخدمهم اغذي فيهم اللود اللي هو في اريا 1. فالترانزيشن لاين هذا بقدر انقل عليه 100، والترانزيشن لاين هذا برضه بقدر انقل عليه 100. يعني لو شغلت هون بدل 400 شغلت 500 وهون 600، حيكون في عندي 100 زياده و100 زياده بقدر انقلهم للاريا 1. فهاي اذا بقدر ماكسيمم اخذ شو 200 من ال جنريشن في اريا 2 وجنريشن في اريا 3، ما بدي اخذ من هيك. بالمقابل انا كم عندي اللود 400، فهاي ال 200 ال 200 سميها اي 1. اوكي والاف 1 ماينس الاي 1 اللي هو اللود الموجود في الاريا 1 ماينس الاي 1 اللي هي 200. فاذا انا بقدر الارك 1 هذا يغذيني 200 او اكثر ما فيش عندي مشكله، صح؟ اذا اقل من ال 200 حيصير عندي مشكله، لانه انا اتليست بدي منه 200. يعني لو غذاني 100
او غذاني بزيرو في عندي مشكلة. اما اذا غذاني 200 بجيب ال 200 الثانيات من وين؟ من اريا 2 ومن اريا 3. فمعناته في 1 ايش هي؟ الاشي المقابل لل 200. احنا الارك تبعت 1 شو كانت فيها؟ قلنا 500 400 300 200 100 0. طبعا ارقامهن اللي هو 6 5 4 3 2 1. فاذا كان الستيت تبعت ارك 1 3 او ال 200 بدبر حالي من وين؟ من الاكسترا الموجودات في اريا 2 واريا 3. اذا نزلت تحتها مش حيكفيني صح؟ فمعناته في 1 اللي انا بدور عليها اللي هي الاشي المقابل لل 200. سوري. اذا the state corresponding to 200 in arc 1 is the state 3 وهي v1. اذا انزل تحتيها زي ما شفنا هنا، نزلنا عن ال 200 يعني بس عندنا 100 مثلا، 100 بغض النظر لو الباقيات كل شيء ماكسيمم كباسيتي مش حق، حيكون عندي لوس اوف لود. فاذا ال1 شو حتكون؟ 2 1 والباقيات اللي هو الماكسيمم 7 1 6 1 2 1 اللي قلنا من ام كابيتال لام سمول، هذول ام كابيتال ام سمول، وهاي هي اللي هي في 1 ماينس 1 وهاي ام 1 سمول. اوكي فهاي ال1 هاي ام كابيتال وهاي ام سمول. هذول كم عددهم؟ يعني ال1 كم ستيت بتحتوي؟ بتحتوي 2 ضرب 7 ضرب 6 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2، فبيطلع عدد الكلي لهم. وحسابه العددهم حسابه البروبابيلتي نفس الايه، نقدر نحسب العددهم والبروبابيلتي، بس هذا كله اختصرناه بخطوه واحده بدل ما نمشي عليهم كلهم. يعني كم عددهم حيطلع؟ مش خلينا نشوف تحت، يعني موجود مش مخطوط الديتيلز كلها، بس العدد اللي هو بتضرب الارقام هذيك مع بعض. البروبابيلتي بدك تشوف نفس اللي عملنا بايه مثلا، خلينا نرجع شوي عليها. كيف حنجيب 2 1؟ اللي هو زي ما حكينا اللي هي بدك b2 1 بلس b سمول b1 1 اللي هي ايش حتساوي؟ اللي هو الكوميوليتيف بروبابيلتي اللي هي b2، لانها b2 شو بتساوي؟ b1 1 بلس b2 1. اوكي طبعا 7 1 هاي حتكون 1 لان هاي كل الستيتس الممكنات، وهي حتكون 1 1 1. فهذا معناته اللي هو الرقم الموجود عندي هنا. هو هون ديتيلز مش محطوطه بس نفس الفكره، فمش هيك مش داعي نكررها. فهاي بي ال 1. اوكي الباقيات كلهن 1 لانهن كل الستيتس الافيلبل. وبالنسبه لاول وحده اللي هي 1 و 2 بدك تشوف البروبابيلتي 1 و 2 اللي هي بي 2 كابيتال. لها بي 2 كابيتال شو بتكون؟ بي 1 بلس بي 2 بي 3 بي 1 بلس بي 2 بلس بي 3. فاحنا هنا لانهن جايات من تحت فما احتاج نطرح. اما بالاي كانوا عندك مثلا بدك بي 1 و5 وبي 1 6، فكنت تطرح بي 1 6 من بي 1 4 يطلع لك اياهم، لانهم هم جايات في التوب خلينا نحكي تبع الكوميليشن. اما هذول جايات بالباتوم تبع الكوميليشن، فبالتالي ما فيش داعي نطرح، يعني بس خذ بي 2 هاي هي بتكون. اوكي بس خلينا هون بس مشان افرجيكم يعني الارقام هاي الكوميوليتيف بروبابيلتي هاي موجوده عندنا في السيستم، يعني كانت معنا في السيستم الاصلي اللي هو موديل 7 7 1. اوكي هذول هم الكوميوليتيف. فمثلا بي 2 اللي حكينا عنها 0.00672. اوكي فهذا اللي موجوده في هنا في الاكزامبل. اوكي فهاي اللي هي 0.06 شفناها من التابل الموجود في 7 1. فخلصنا ال1 نطلع نفس الشيء ال2 ال3. سوري نمشي على نفس الخطوه نفس البروسيجر، هو مش حاطها في السلايدز بس خلينا نشوف كيف نمشي عليها. هسه ب ال2 بدنا نعتبر انه ارك 2 مش موجود عندي صح، وحيكون عندي هذا 400 وهو 500. يعني مش عارف بقدر ارسمها تحت، اشوف حاول نرسمها هنا. هاي 1 2 3 ارك 2 مش موجود، وهذا حيكون اللود تبعته 400، فهو الكباسيتي تبعته طبعا 500 ماكسيمم واحنا ماخذين منها 400. اوكي هذا مش موجود قلنا، وهذا اللي هو كان برضه 400 اتوقع 400،
واحنا بقى برضه هو عليه ماكسيموم 500 واحنا ماخذين منهم 400. اوكي بضل عندنا اللي هون قديش ممكن نوصلها؟ ممكن نوصلها 100 من الاريا 1 و100 من الاريا 3، فبرضه نفس الشيء الاي تبعتها قديش حتكون؟ 200. اذا الاي 2 200، فمعناته هي قديش اللود تبعتها؟ 500. فاللود تبعتها 500 نطرح منها ال 200 اللي هي 300. مين الستيت اللي مقابلها 300؟ اللي هي ستيت 4 بالنسبة للاريا 2. يعني بتروح على اريا 2 وبتشوف شو الستيت المقابلة لل 300 اللي هي 4، معناته في 2 4. اوكي هاي بالنسبة ل 2. بالنسبة ل 3 بنيجي على 3 هون، الغي الارك هذا واعتبر الباقي ماكسيمم. فنفس الشيء هون عندك 100 وهون عندك 100 زياده وهون في عندك 100 زياده اللي هي على اريا 1 واريا 2، كل وحده في عليهم 100 زياده. بس بنلاحظ انه 3 ما في عندنا باور فلو من اريا 1 لاريا 3، فال 100 الزياده اللي هون عندنا ما بقدر استفيد منهم مشان اغطي 3. لاحظوا السهم بس باتجاه واحد. اوكي فمعناته ما بقدر اوصل باور من 100 من 1 ل 3، من 2 ل 3 فيه بقدر اوصل، فما فيش عندي مشكله. فاذا ال 100 الزياده اللي عندي هون ممكن استفيد منهم. اوكي فمعناته اي قديش حتكون قيمتها؟ 100. الاف اللي هي اللود 400. اوكي فاذا اي 3 100، واضح ليش 100؟ لانه بيصلها بس من اريا 2 ما بيصلها من اريا 1. الاف اللي هي اللود اللي هي 400 بطروحه 300، فمعناته في 3 برضه نفس الشيء، بدي اشوف الستيت اللي مقابلها كباسيتي 300 نفس اللي فوق اللي هي في 2 في 3 4. اذا في 3 4. هسا في 4 وفي 5 وفي 6 اللي هو ال 1 اللي هو لما يكون اللاينز داون، يعني لما يكون اللاينز داون. انا اذا كان كل السيستم كل الارك عندي جنريشن بغطي اللود، فانا ما بحتاجش اللاينز، الترانزيشن لاين ما بحتاجهم. اوكي فمشان هيك هم ال 1، لان يعني لو كانوا داون ما فيش عندي مشكله. اوكي احنا ال V هي اللي ما فيش عندك مشكله فيها، اللي تحتها بصير عندك مشكله صح. بس اذا تاخذ للترانزميشن لاين V 4 و V 5 و V 6، اذا احنا كل جنريشن بغطي اللود تبعته انا مش محتاج للترانزميشن لاين، فمعناته لو كانوا داون ما عنديش مشكله، فحتكون V 4 1 V 5 1 و V 6 1. فمعناته حنطلع L2. L2 نتذكر شو بتساوي؟ من ام اللي قبلها من ام كابيتال ل في، هيك اتفقنا، مشان قلنا اذا حطينا الام سمول حت يصير في عندنا ريبيتيشن. بعدين في 1 او في 2، احنا حكينا ال 2 في 2 ماينس 1 ل ام 1 سمول او ام 2 سمول، والباقيات من ام كابيتال لام سمول. فهي ال. اوكي نيجي على ال 3. ال 3 نفس الشيء، اللي قبل بيكون من الماك من الكابيتال ام كابيتال للفي، هاي في هاي ام 1 وهاي في 1 هاي ام 2 وهاي في 2، بعدين طبعا ام كابيتال والباقيات طبعا هاي بتكون من في ماينس من في واي ماينس 1 ل 1 اللي هي في قلنا 4، هاي هون 4 ماينس 1 ل 1 اللي هي 3 ل 1، والباقيات من الكابيتال ل السمول. اوكي طبعا لو بدنا ناخذ مثلا ال4 ال5 ال6 ما في عندنا، يعني 1 ما في من 1 ل 1 اللي هي ما فيش غيرها، يعني مش انه ستيتس. اوكي ستيت واحده، فما ما فيش لهم يعني انا اكسبت الستيت، لانه قلنا ترانزيشن لاينز لو كانوا داون والسيستم شغال على الماكسيمم ما فيش عندنا مشكله. اوكي فالبروبابيلتي طبعا لكل وحده نفس الشيء. هسه مثلا ال2 ال2 شو حنجيب؟ اللي هي من 6 ل 3. من 6 ل 3 شو حنجيب؟ بي 6 ماينس بي 2، هاي هاي بي 6 كابيتال ماينس بي 2 سمول. ذاكرين بي 2 سمول هيها بي 2 كابيتال، سوري بي 2 كابيتال هيها موجوده عندنا هنا، فهي 1 ماينس. ليش استخدمنا هاي الطريقه؟ لان احنا قاعدين نطلع على التوب، لو بدنا نشتغل على الداون البوتوم بناخذه مباشره من الكوميوليتيف، اما التوب لازم تطرح الاشياء اللي مش موجوده ضمنها. فانت بدك من بي 6 لبي 3. بي 6 لبي 3 شو هن؟ بي 3 و4 و5 و6. طب ما هي بي 6 شو بتتضمن؟ 1 و2 و3 4 5 6، فلازم اطرح منها 1 و2. 1 و2 اللي هي بي 2 كابيتال. اوكي فهي 1 ماينس اللي هي البي 6 ماينس بي 2، الباقيات يعني مثلا هذا الرقم
هو اللي هو من احنا بنحكي عن 2 صح؟ اللي هو 3 ل 1. 3 ل 1 هاي حتكون بي 3 كابيتال لمين؟ لارك 2. ارك 2 اوكي، والباقي طبعا وحدات لانه كل الستيتس البوسيبل. هاي بي 3 اي 2 بي 3 نفس الشيء 1 ماينس 1 ماينس، هاي ايش حتكون تمثل لي؟ هاي بي 7 ماينس بي 3، هاي بي 7 كابيتال طبعا ماينس بي 3 كابيتال، وهاي ايش حتمثل لي؟ اللي هي 0.05، هاي حتمثل لي اللي هي نحكي عن 3 اللي هي بي 2 كابيتال ل 3 ارك 3، وال 1 اللي هو الترانزيشن لاين سواء اب او داون وي دونت كير، فهي بدا. فمجموع ال unacceptable states اللي هم هاي هم، نجمع هذول الارقام مع بعض فهذا مجموع الـ unacceptable states. إذا عملنا acceptable unacceptable ضل اللي هم الـ unclassified. بديش الفيديو يكون طويل، فخلينا أقسم هذا الفيديو الأول وبنعمل فيديو ثاني للـ unclassified.